يلا شي جوج ازاي؟ دقائق يكون بداو. انا مدي زاكتيفي الصوت، انا اللي ديزاكتيفيت الصوت. جوج دقائق يكون بداو ان شاء الله. شوفوا التمرين الاول باش نبداو نشرحو غير بشويه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبداو دابا امتحان ديال الأوستيتي ديال 2018. بالنسبة للامتحان ديال الأوستيتي دائما تيعطيو فيه شي أسئلة ساهلين، يعني حتى اللي مازال ما بدا البريباراسيون راه مازال قد الوقت، لأن الأوستيتي تيعطيو نيفو ديال الرياضيات ناقص شي شوية وإمكانكم تجيبوا فيه مزيان. يعني بالعكس ديال كاين اللي تيدوز لي زيكول ديال برا، لي زيكول ديال برا واخا الأوستيتي واخا الأوستي أو واخا هذا تيكون نيفو مازال شي شوية. هنبداو وليداتي بالنسبة للتمرين الأول. التمرين الأول ساهل، هنبداو. أنا الأستاذ عطيني نفي ديال إكس تساوي الواحد على ثلاثة الإلين ديال واحد زائد الإكسبونونسيال ديال إكس على ثلاثة. عندي السؤال الأول، قالك فيريفي، بين أن فيريفي كوفي اي بيان ديفيني، بيان ديفيني سير ار. بالنسبة لي لهذا السؤال، يعني ان بحال اللي طلب مني الاستاذ بطريقة غير مباشرة انني نبين مجموعة التعريف هي ار. تنبداو ديد اف، عندي اكس ينتمي الى ار، حيث انا ملي تيكون عندي شي حاجه داخل الالين، داخل الالين ستكون موجبه قطعا. اذا هذه الكتابه هذه تكافي. انا واحد زائد الاكسبونونسيال اكس على ثلاثه موجبه قطعا، دونك انا عندي العدد ثلاثه موجب قطعا. اذا واحد زائد الاكسبونونسيال اكس موجب قطعا، إذن الإكسبونونسيال إكس أكبر قطعاً من ناقص واحد. أنا سنعرف أن كيلكوسوا إكس أبارتون أ إر، عندي الإكسبونونسيال إكس ستريكتومون بوزيتيف، إذن إسولا هذا دائماً محقق. دونك ديد إف إيكال أ إر. هذا سؤال بسيط. عندي وليداتي السؤال اللي موراه، السؤال اللي موراه تيقول، السؤال اللي موراه تيقول السؤال رقم جوج، السؤال رقم جوج تيقول ديتيرميني ليميت ديال اكس طوند فير بليس لانفيني ديال فيت اكس اي ليميت ديال اكس طوند فير موال لانفيني في ديال اكس. انا وليداتي قبل ما نذكر هذا السؤال هذا غنذكرو مجموعه ديال القواعد ديال بليس لانفيني. غنكتبو هنا اون ليميت اكس طوند فير بليس لانفيني ديال ليكسبونونسيال اكس ايكال بليس لانفيني، وليميت ديال تي طوند فير بليس لانفيني ديال الالين ديال تي طوند فير بليس لانفيني. يعني نجي نحسب دابا النهايه في البليس لانفيني. انا عندي الاستاذ عطيني ليميت اكس طوند فير بليس لانفيني ديال واحد
على 2 الالين ديال 1 زائد ليكسبونونسييل اكس سير 3. همتلو هنا هنحسب الليميت اللي داخل الالين. الليميت اللي داخل الالين هي ديال 1 زائد ليكسبونونسييل اكس على 3. عندي الليميت اكس توند فير بليس لانفيني ديال 1 زائد ليكسبونونسييل اكس على العدد 3. عندي بحال بليس لانفيني بليس ان هي بليس لانفيني، عاد في 1 على 3 هي بليس لانفيني. انا وليت دابا عند الالين، داخل الالين هو 1 زائد ليكسبونونسييل اكس على 3. مين تيقول؟ تيقول بليس لانفيني، والالين بليس لانفيني هو بليس لانفيني. دونك ليميت ديال اكس طونفير بليس لانفيني ديال 1 على 2 الالين د 1 زائد ليكسبونونسييل اكس سير 3. غتعطيني الالين بليس لانفيني هو العدد ياش بليس لانفيني. ندوزو دابا ليميت في الموال لانفيني. عندي واحد القاعده تقول لي ان الليميت اكس طوند فير موال لانفيني ديال ليكسبونونسييل اكس ايكال 0. دابا ندوزو لهاد النهايه. استاذ عطيني ليميت اكس طوند فير موال لانفيني ديال 1 على الداله 1 على 3. شنو ودي الالين ديال 1 زائد ليكسبونونسييل اكس سير 3. هنقبض هنا نعوض، هنعوض اكس بالموال لانفيني. اذا هذا العدد هذا اللي نيقول لي هيقول لي العدد زيرو. اذا النهايه تعطيني ها 1 على 3، 1 على هنا 2 ماشي 3، 1 على 2 اعطيني 1 على 3. هل الين انا عندي هذا العدد هذا تيقول زيرو، ليكسبونونسييل موال لانفيني هو زيرو، الالين واحد على 2. انا وليداتي عندي واحد القاعده تقول ان الالين ديال ا ناقص الالين بي تساوي الالين ديال ا على بي. انا باش نحسب هذا الالين واحد على جوج هنكتب ان الالين واحد على جوج يساوي ال ا هو الواحد البي هو الجوج، الالين واحد ناقص الالين جوج. اذا الكتابه تعطيني ناقص الالين بالعدد 2. اذا هنعوض هنكتب ليميت اكس طون فير موال لانفيني ديال في ديال اكس يساوي ناقص الالين ديال جوج على العدد 3. يلا كاين شي مشكل في هادي؟ هل كان شي مشكل؟ اكتيفي لي شي مشكل اكتيفي الميكرو، انا ما عرفش النيفو ديالكم باش نشرح بشويه. ميرسي. عندو زوليداتي السؤال اللي موراه، السؤال اللي موراه مونطري كوفي بريم ديال اكس ايكال ليكسبونونسييل. السؤال رقم 3. انا الاستاذ عطيني سند على التليفون. Thank you.
كنا راه كان عندنا مشكل ديال الصوت، حنا ريقلناه. بالنسبه وليداتي، السؤال رقم 3، انا الاستاذ اعطيني في ديال اكس تساوي 1/3 الالين ديال اش، الالين ديال 1 زائد الاكس بونونسيال ديال اكس على العدد 2. قال لك الاستاذ، قال لك مونطري بين ان في بريم ديال اكس تساوي الاكسبونونسييل ديال اكس على 3 عامل لواحد زائد الاكسبونونسييل اكس. انا وليداتي اول حاجه قبل ما نصوب هنا لا ديريفي، كاين بعض التقسيمات بين ان لا فونكسيون ديريفابل، هنكتب له ان 1 زائد الاكسبونونسييل ديال اكس على 2، هذه سيتين فونكسيون كونتيني على ار وديريفابل على ار، ا تيرم ستريكتومو بوزيتيف. وعندي الالين ديال اي تتكون ديريفابل الا كانت اي ينتمي الى 0 بليس لانفيني، اذا هنا بحال عندي دوك الكومبوزي ديال دو فونكسيون، او نكتب غير مباشره نكتب له في ديال اكس ديريفابل سير ار. قبل وليداتي ما نحسبوا لا ديريفي، غنذكروا حنا بالقواعد ديال لي ديريفي. انا عندي القاعده الاولى تقول لي ان الالين ديال شي داله بريم هي الداله بريم مقسومه على الداله. انا عندي المشتقه ديال الاكسبونونسييل اكس شحال هي الاكسبونونسييل ديال اكس. اذا غنكتب هنا نحسب لا ديريفي، انا عندي في ديال اكس هي 1/3 الالين ديال 1 زائد الاكسبونونسييل اكس على 2. هنقبض، عندي لهادي ديريفي، عندي لهاد الشيء هذا ديريفي. انا عندي هاد الواحد على 3 عدد ثابت يخرج برا من الديريفي. اذا الكتابه تعطيني في بريم ديال اكس تساوي 1/3 الالين ديال 1 زائد الاكسبونونسييل اكس على 2، هذا بريم. هنزيد باجوج باش 3 باش 3 اكتبو. دونك في بريم ديال اكس تساوي تساوي 1/3، عندي هنا الالين ديال 1 زائد الاكسبونونسييل اكس على 2، هذا عندي لو بريم. هنا وليداتي نطبق داك القاعده ديال الالين ديال داله بريم هي الداله بريم مقسومه على الداله. اذا الكتابه تعطيني ان في بريم ديال اكس تساوي 1/3 في، انا فعوض الداله اي عندي 1 زائد الاكسبونونسييل اكس على 2. اجي لهنا نكتب 1 زائد الاكسبونونسييل اكس على 2، هذه بريم، على 1 زائد الاكسبونونسييل اكس على 2. بالنسبه للمشتقه الفوقانيه نحسبها بوحدها، انا سنعرف ان 1 زائد الاكسبونونسييل اكس على 2 بريم، انا عندي هذا الواحد على 2 ثابته تخرج برا الديريفي، اذا تعطيني 1 على 2 في 1 زائد الاكسبونونسييل ديال اكس بريم تساوي الاكسبونونسييل اكس بريم هو الاكسبونونسييل اكس، 1 بريم هو 0، اذا تعطيني الاكسبونونسييل اكس على 2. اذا نجي نعوض في هذه الكتابه ديالي، اتعطيني الفوق الاكسبونونسييل اكس على 2، لتحت هنا عندي 1 على 3، عندي 1 زائد الاكسبونونسييل ديال اكس على 2. هذه الاثنان هذه تتمشي مع هذه الاثنان هذه، اذا تلقى ان في بريم ديال اكس تساوي 1/3 مضروب في الاكسبونونسييل اكس 1 زائد الاكسبونونسييل اكس، هو الاكسبونونسييل اكس عامل لثلاثة 1 زائد الاكسبونونسييل اكس، حيث اكس ابارتونو ار في القوسوا اكس ابارتونو ار. السؤال اللي موراه، السؤال اللي موراه قال لك تما، قال لك دوني طابلو دو فارياسيون. السؤال 4، السؤال 4
قال لي دوني طابلو دو فارياسيون. بالنسبة وليداتي الطابلو دو فارياسيون هو جدول التغيرات. عندي أول ملاحظة هنا، تنعلموا أن الإكسبونونسيال إكس موجبة قطعا، عندي واحد ثلاثة عامل لواحد زائد الإكسبونونسيال إكس موجبة قطعا. إذا شنو سنلاحظ؟ أن في بريم ديال إكس ستريكتومون بوزيتيف سير إر، المعنى ديالها أن هاد فيد إكس إتين فونكسيون كرواسون سير إر. باش نحطو طابلو دو فارياسيون، أول حاجة في الطابلو دو فارياسيون تنكتب هنا إكس، هنا تنكتب الفوق مجموعات التعريف. مجموعات التعريف أنا عندي هي إر، هي موال لانفيني بليس لانفيني، تندير هنا في ديال إكس. أنا عندي لا فونكسيون ستريكتومون كرواسون تزايدية قطعا، الليميت في البليس لانفيني لقيناه هو البليس لانفيني، الليميت في الموال لانفيني لقيناه، نشوفوا الليميت في الموال لانفيني شحال لقيناه ساين، الليميت في الموال لانفيني هي ناقص الإيرين ديال جوج على العدد ديال ثلاثة. عندو زوليداتي السؤال اللي موراه، قال لك عندي الليميت في البليس لانفيني، بليس لانفيني الليميت في الموال لانفيني ناقص الإيرين جوج على ثلاثة. السؤال خمسة قال لك مونتريكو إف إيتين بيجيكسيو دو إر فير واحد لانترفال اي. انا وليداتي عندي واحد القاعده، قاعده قال لك انا بور مونطري، بور مونطري كو اف ايتين بيجيكسيون، بيجيكسيون هي تقابل دو ار فير واحد لانترفال هنا اي. باش نبينو ان شي داله تقابل خصني جوج ديال الشروط، اول شرط خصني اف خصها تكون كونتيني على مجموعه الانطلاق، مجموعه الانطلاق عطاني هي ار كونتيني سير ار، هادي راه كلير. الشرط الثاني خصني نبينو ان اف ستريكتومون مونوتون سير مجموعات الانطلاق هي ار. هاد جوج شروط انا عندي جوج محققين، لان هذه الداله معرفه على ار وعندي اف كي دايره، عندي اف ستريكتو مو كرواسون سير ار. اذا دابا تنكتبوا الاستنتاج، الور ايتين بيجيكسيون، هنا عندي الداله اللي واخده اف ولا في، في في ايتين بيجيكسيون نديرو هنا في الور في ايتين بيجيكسيون تقابل دو ار فير واحد المجال اي. هاد المجال اي هو الصوره ديال ار، غنحسبوا دابا الصوره ديال ار. اذن اي يساوي في عندي ار، عندي هي موان لانفيني بليس لانفيني. انا عندي هاد الداله اما جبدو ديريكتومون جدول التغيرات او تلاحظ ان في داله تزايديه، اذا نحافظ على الترتيب. كان داله تناقصيه تنقلب الترتيب، غتعطيني هنا ليميت اكس طوند فير موال لانفيني ديال في ديال اكس، ليميت ديال اكس طوند فير بليس لانفيني ديال في ديال اكس، صوره مجال. من تتكون داله تزايديه تنحافظ على الترتيب، تتكون داله تناقصيه تنقلب الترتيب. انا الليميت في الموال لانفيني، الليميت في الموال لانفيني عطاتني نشوف ناقص الإيرين جوج سير تروا، الليميت في البليس لانفيني عطاتني بليس لانفيني، هذا هو المجال اي. حنا تنذكروا باش نبينوا ان شي داله تقابل من واحد المجال نحو مجال خصني تكون متصله ورتيبه قطعا، تنحسبوا الصورة ديال داك المجال. نزيدوا السؤال اللي موراه، قال لك تما ديتيرميني كي القصوى اكس ينتمي الى اي في موازنة اكس. دابا طلب مني الاستاذ
قال تما دي تيرميني في موانزان ديال اكس كي القصوى اكس ينتمي الى مجموعه الصور. انا باش نحدد الداله العكسيه هنكتب عندي واحد الانطلاقه هنكتب ان اكس تساوي في ايكغيك، ولكن واحد الطريقه سهله باش نوريكم الداله العكسيه. اول حاجه باش نصوبوا الداله العكسيه واحد الطريقه بسيطه هنكتب مجموعه الانطلاق، مجموعه الانطلاق هي ار هنا في مجموعه الوصول هي ناقص الالين جوج سير طروا بليس لانفيني. هذا الاستاذ عطاني اي. نورمالمون في الباك كنتو تستخدموا اي جي، اي هو الانطلاق. دابا في هذا الكونكور بحال اللي بغى يقلب الكوب ياك. انا وليداتي الصوره د ار شنو هي؟ هي الصوره د ار هو المجال اي باش نهار الامتحان باش ما نتلفش. بحال دابا عندي هكا الصوره ديال ار هو المجال اي. دابا خديت انا هنا اكس تنتمي لهنا، ناخذ اكس تنتمي لهنا حتعطيني نكسبهم هنا. انا ناخذ في هذا ايكغيك هنا شنو انا ناخذ اكس حيث عطاني اكس. اذا في هذه الحاله عندي في ديال ار هو اي، عندي اكس لين تنتمي لاي، ايكغيك لين تنتمي لار. اذا هذه الكتابه تتعني لي ان في ديال ايكغيك يساوي اكس. هذا الكتاب كافي لدخلت هذا في موانزا تعطيني إكري يساوي في موانزان ديال إكس. هذه الطريقة سنحفظها. خذوا لي دائما إكس ينتمي الصور، إكري ينتمي إلى الانطلاق، ونخدموا بعض القاعدة هذه. هنطلق بإكس تساوي في الإكري، تلقى إكري تساوي في موانزان إكس. شو المعنى ديالها؟ الأولى أنا أخذ إكس بدلالة إكري، نلقى إكري مكتوب بدلالة إكس. فنبدا إكس تساوي في الإكري. يساوي في هذا الكتاب يعني نحسبوا وليداتي ديال الكونيكسيون كانت مشات. عند اكس يساوي في ديال ايكغيك اذا الكتابه عطيني عندي اكس مكتوبة بدالة ايكغيك شنو خصني نلقى؟ نلقى ايكغيك بدالة واحد على ثلاثة ثلاثة واحد ثلاثة عطيني
الشاشة. يلا إذا الكتابة تعطيني الإكسبونونسيال ديال 3x تساوي، هندخل على هنا الإكسبونونسيال، هتعطيني 1 زائد الإكسبونونسيال y على العدد 2. تنجي وليداتي هنضربو هنا في جوج باش نحيدو هاد جوج من التحت، هتعطيني جوج الإكسبونونسيال ديال 3x يساوي 1 زائد الإكسبونونسيال y. هنجيبو وليداتي هاد الواحد لهنا، إذا الكتابة تعطيني الإكسبونونسيال ديال y جوج الإكسبونونسيال ديال 3x ناقص العدد 1. غندخلو الإلين هنا والإلين هنا، غتعطيني الإلين ديال الإكسبونونسيال ديال y يساوي الإلين ديال جوج في الإكسبونونسيال 3x ناقص العدد 1. تنعرفو أن الإلين تتمشي مع الإكسبونونسيال، إذن y تساوي الإلين ديال جوج الإكسبونونسيال ديال 3x ناقص العدد 1. إذن أنا النوبة الأولى انطلقت، x مكتوب بدلالة y، ولقيت y مكتوبة بدلالة x، إذن هذه تتسمى الدالة العكسية، هذه في موازين ديال x. نكتبو إذن في موازين ديال x تساوي الإلين ديال جوج في الإكسبونونسيال ديال 3x ناقص 1، حيث x لين تنتمي إلى المجال اللي عطيني مجموعة الصور. مفهومة هادي؟ يلا اللي ما فهمش يقول لي. داكوغ مسيو. ندوز وليداتي للبارتي الثانية. عندي زول باس. ما سمعتش اخيتي؟ يلا لا ماشي مشكل، ما عندي ما. يلا شكون اللي عنده شي مشكل؟ اللي عنده ليزيات وباغي يهضر بيهم يحيدهم عاود ما تيخرجش الصوت. عندي زول وليداتي لابارتي جوج. لابارتي جوج. باش قلت عفاك واش تقد تعاود لهذيك الكيسيون 6؟ الكيسيون 6 واخا، لا حنا نعاودو الكيسيون 6 غير بشويه دابا. يلا غنعاودو الكيسيون 6 غير بشويه، يلا واحد دقيقه ونعاودوها. الكيسيون 6 هو تحديد الداله العكسيه، بسيطه وليداتي تحديد الداله العكسيه. يعني أنا وليداتي الأستاذ عطيني هالكيسيون 6، أنا الأستاذ عطيني في ديال إكس تساوي هي 1 على 3 الإلين ديال 1 زائد الإكسبونونسيال إكس على 2. أنا الأستاذ عطيني هاد الدالة هادي تقابل بيجيكسيون مجموعة الإنطلاقية R مجموعة الوصول سماها لي إي، اللي لقيته أنا هو ناقص الإلين جوج على ثلاثة بليس لانفيني. الأستاذ قال لي حدد الدالة العكسية ديتيرميني في موازين ديال إكس. هادي تنقلب عليها أوليداتي. بالنسبة لهذه الطريقة ديالها بسيطة جدا، أنا نوريكم واحد الطريقة تحفظوها ياك. دائما نبقى ناخذ إكس تنتمي للوصول، هناخد x تنتمي للوصول، هناخد y ينتمي إلى مجموعة الانطلاق، ديما الـ y في الانطلاق و x في الوصول. أنا نهار الامتحان الأخر نتلف، أنا عندي الصورة ديال r، ها هي الصورة r، الصورة r شحال هو المجال E. أنا نهار الامتحان الأخر نتلف، شنو نكتب؟ فاوت r شكون عندي؟ عندي x، إذن عندي y، إذن في ديال y شحال تساوي x؟ تنكتب في x يساوي في y، x يساوي في y. إذن هنا x مكتوب دلالة y. أنا وليداتي عندي جوج طرق، إما نبرهن عليها إما نحفظها. بغيت نحفظها دائما نكتب x تساوي في y تستلزم ولا تكافي y يساوي في موازين ديال x. هذه هاد السطر هذا ديال اللوحة نحفظه. x تساوي في y
إذا إيكغيك هي في موازين ديال إكس. اللي بغى يعرف علاش بسيطة، أنا غير واحد الجنية هي، أنا عندي إكس تساوي في ديال إيكغيك، ندخل وليداتي على هذا في موازين، ندخل على هذا في موازين، أنا سنعرف أن الفي تتمشي مع الفي موازين، إذا إيكغيك تساوي في موازين ديال إكس. أنا يستحسن نهار الامتحان بلا ما نعاود نبر أنا نضيع الوقت، غنحفظ إكس تنتمي للوصول، إيكغيك ينتمي إلى الانطلاق، إكس يساوي في إيكغيك، إذا إيكغيك يساوي في موازين إكس. هذا كي نشوف الدالة العكسية ندير الخطاط غادي نكتب، بلا ما نكتب هذه البرهانة باش ما نضيعش الوقت. أنا الأستاذ في المعطيات، في المعطيات الأستاذ عاطيني في ديال إكس هي واحد على ثلاثة الإلين ديال واحد زائد ليكسبونونسييل اكس على اثنان، هادي عطي الاستاذ. هانشي يا وليداتي نعوض، انا غنطلق من هادي شنو خصني نخرج في هادي، اكس بدلاله ايكغيك نلقى ايكغيك بدلاله اكس. هنبدا اكس تساوي في ايكغيك، شنو المعنى ديالها؟ اكس تساوي هادي سميتها، هادي سميتها في اكس، لا بغيت نحسب في ديال واحد نعوض اكس بواحد، هنا عندي السميه ديالها في ايكغيك، فين ما لقيتها بنتي شي إكس نعوضو بالعدد إيكغيك، هتعطيني هي واحد على ثلاثة الإلين ديال واحد زائد ليكسبونونسييل إيكغيك على اثنان. دابا هنا غنقبض وخاصني نجبد هاد الحل هاد المعادلة ونلقى إيكغيك بدلالة إكس. تلاحظ هنا عندي واحد على ثلاثة، أنا نكتبها إكس تساوي واحد على ثلاثة الإلين ديال واحد زائد ليكسبونونسييل اكس على اثنان. هنقبض هنضرب هذا في العدد ثلاثة، هذا في العدد ثلاثة، ثلاثة مشات مع ثلاثة، إذا الكتابة تعطيني ثلاثة اكس تساوي الإلين ديال واحد زائد ليكسبونونسييل إيكغيك على اثنان. أنا سنقلب على إيكغيك باش نلقى إيكغيك تنتخلص من هاد الإلين، باش نتخلص من هاد الإلين غندخل هنا ليكسبونونسييل، أنا غندخل ليكسبونونسييل. أنا عندي واحد القاعدة في الرياضيات أن ليكسبونونسييل ديال الإلين ديال واحد العدد أ، حيث أ موجب قطعا حيت داخل الإلين، ليكسبونونسييل تمشي مع الإلين، هذا تمشي مع هذا، تعطيني هو العدد ياش أ. إذا الكتابة تعطيني أن ليكسبونونسييل ديال ثلاثة إكس يساوي واحد زائد ليكسبونونسييل إيكغيك على اثنان. إذا هاد ليكسبونونسييل ديال ثلاثة إكس هي ليكسبونونسييل ديال ثلاثة إكس على واحد، ندير جودة الوسطين يساوي جودة الطرفين، هنضرب لالا هاد الجوج هادي ليكسبونونسييل ديال ثلاثة إكس، الكتابة تعطيني جوج ليكسبونونسييل ديال ثلاثة إكس يساوي واحد زائد ليكسبونونسييل إيكغيك. هاد الواحد غيجي لهنا، الكتابة تعطيني جوج ليكسبونونسييل ديال ثلاثة إكس ناقص واحد يساوي ليكسبونونسييل إيكغيك. أنا سنقلب على ياش، ماشي على ليكسبونونسييل إيكغيك، أنا سنقلب على إيكغيك. إذا تنجي لهنا غندخل على هذه الإلين، غندخل على هذا الإلين، الإلين تمشي مع ليكسبونونسييل، غتبقى لي إيكغيك يساوي الإلين ديال جوج ليكسبونونسييل ديال ثلاثة إكس ناقص العدد واحد. هذه هي الدالة العكسية حيث إكس ينتمي إلى إي، مفهومة هذه؟ عندو زوليداتي السؤال اللي مورا، المهم اللي ما فهمش شي حاجة غير يوقفني باش نمشي بشوية، أنا ما عرفتش النيفو ديالكم باش أنا تنزرب. السؤال اللي مورا، عندي بارتي جوج، بارتي جوج، بالنسبة لبارتي جوج قال لك هنا بار لا سويت توت لي فاريابل الياتوار سون ديفيني سو ميم اسباس دو بروبابيليتي مونطري كو اف ايتين دونسيتي دين فاريابل الياتوار ار. انا لالا هنا الاستاذ عطيني واحد الدالة ها اف ديال تي، عطيني دالة مجزأة، شنو هي؟ هي جوج ليكسبونونسييل ديال تي على واحد زائد ليكسبونونسييل ديال تي الكل او كاري، حيث تي اكبر او يساوي صفر.
هي العدد صفر حيث الدي أصغر قطعا من العدد صفر. السؤال قال لي مونتري كو اف ايتين دونسيتي دو بروبابيليتي. انا باش نبين ان واحد الداله ايتين دونسيتي دو بروبابيليتي خصني نبين جوج شروط. عندي الشرط الاول خصني نبين ان اف كي دايره بوزيتيف كيلكو سوا تي ينتمي الى ار، ان اف برون دي فالور بوزيتيف اكبر او يساوي صفر. الشرط الثاني خصني نبين ان هاد لانتيغرال من موال لانفيني لبليس لانفيني اف ديال تي مضروب في دي تي كونفيرج فيغ ان، يعني هاد لانتيغرال هذا من موال لانفيني لبليس لانفيني شحال تيساوي لي العدد واحد. هذا لا الشرط الاول، هذا الشرط ياش ثاني. هنبداو بالنسبه للشرط الاول. انا بالنسبه للشرط الاول انا عندي راه باين الشرط الاول، انا عندي الا كانت تي نيجاتيف عندي اف ديال تي تساوي صفر، يعني راه اكبر او يساوي صفر. شو معنى اكبر او يساوي صفر؟ اما اكبر من صفر اما تساوي صفر. الا كان عندي تي بوزيتيف هي سي تي نيجاتيف اون تي ستريكتومون نيجاتيف اون اف ديال تي شحال تتساوي؟ تتساوي لي العدد صفر. شو معنى تتساوي لي العدد صفر؟ يعني يمكن نكتب اكبر او يساوي صفر، يعني هي ماشي اكبر من صفر ولكن تساوي صفر او يساوي، يعني وحده فيهم صحيحه. انا عندي سي تي اكبر او يساوي صفر اون اف ديال تي تساوي جوج ليكسبونونسيال ديال تي على واحد زائد ليكسبونونسيال تي الكل او كاري. انا سنعرف ان ليكسبونونسيال ديال تي راه ستريكتومون بوزيتيف، واحد زائد ليكسبونونسيال ديال تي الكل او كاري ستريكتومون بوزيتيف. اذا يمكن نكتب ان هذا العدد اكبر او يساوي صفر. نكتبو دونك كيلكو سوا تي ينتمي الى ار، عندي اون اف ديال تي اكبر او يساوي صفر. دابا انا حققت الشرط رقم واحد، الشرط رقم واحد داس. هندوزو دابا الشرط رقم جوج. الشرط رقم جوج هو عندي لانتيغرال من موال لانفيني بليس لانفيني اف ديال تي في تي تي شنو خصني نلقاه؟ تساوي العدد واحد. هندوزو دابا الشرط رقم جوج. الشرط رقم جوج هنقبطو هاد لانتيغرال. عندي لانتيغرال من بليس لانفيني لموال لانفيني اف ديال تي في دي تي يساوي. انا تلاحظ ان هاد الداله هادي مقسمه على جوج. تي بوزيتيف شنو معنى تي بوزيتيف؟ هو المجال زيرو بليس لانفيني. تي نيجاتيف هو المجال موال لانفيني زيرو مفتوح. اذا هاد الداله تتاخذ جوج ديال القيم، اما تتاخذ صفر في المجال موال لانفيني صفر، وفي المجال صفر بليس لانفيني تتاخذ القيمه اللي هي جوج ليكسبونونسيال ديال تي على واحد زائد تي او كاري. اذا تنقبطوا ديما هاد لانتيغرال نفس القاعده ديما تنديرها، تنقسموا تنديروا علاقه شال من موال لانفيني صفر اف ديال تي في دي تي زائد لانتيغرال من صفر لبليس لانفيني اف ديال تي في دي تي. انا لا بالنسبه لانتيغرال من موال لانفيني صفر شحال عندي هاد اف ديال تي تساوي صفر، نجي لهنا هادي ونعوضوها بالصفر، وهادي نعوضوها بهاد القيمة ديالها اللي كاين هنا. إذا هاد لانتيغرال هذا غيعطيني صفر. إذا لانتيغرال من موال لانفيني من بليس لانفيني، نكبرو الشاشة شي شوية، ديال اف ديال تي مضروب في دي تي تساوي هذا عطاني صفر. إذا بقى لي ما عدا لانتيغرال الآخر، لانتيغرال من صفر لبليس لانفيني هاد اف ديال تي في صفر بليس لانفيني غنعوضوها بالقيمه ديالها هي جوج، نصغرو شي شويه، جوج ليكسبونونسيال ديال تي على واحد زائد ليكسبونونسيال ديال تي الكل او كاري مضروب في دي تي. دابا وليداتي غنحسبو هاد لانتيغرال.
انا اما هاد لابور نخليه بليسلام فيني او نكتبه بطريقه واحده اخرى، نكتبه هو الليميت ديال اكس كبيره طوند فير بليسلام فيني ديال لانتيغرال من زيرو الى اكس كبيره في جوج ليكسبونونسيال ديال تي عامل لي واحد زائد ليكسبونونسيال ديال تي الكل او كاري مضروب في دي تي. اما نخليه تما بليس لانفيني ولا يستحسن ندير اكس طوند فير بليس لانفيني ونصوب هذا باكس. يلا هاد الانتيغرال هذا في رايكم كي نديرو بطريقه باش نحسبوا هاد الانتيغرال؟ يلا ما كاينش طريقه، يلا شوفوا لنا الطريقه اللي نديرو بها هاد الانتيغرال. ندير ولا لا؟ انا سيدو فوريقة باش نطلب الورقة. سمعتيني؟ ما سمعتش. مسيو. لا لا. نخرجو دو وغتبقى عندنا غنديرو لها بحال او 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 بريم سوغ او او كاري. اي عندي عندك الحق، عندي اي بريم سير اي او كاري. هذه الطريقة، وكاينة طريقة أخرى ديال الشونجمون ديال الفاريابل. يلا كيف تمسك الميكرو تسمع تخدم اللي عنده الميكرو ديزاكسيدي ماشي من عندي ما عندهم. يلا صافي، المهم اللي بغى يهضر هو اللي اكسيفي الميكرو. بالنسبة وليداتي لهاد الانتيغرال هذا، بالنسبة لهاد الانتيغرال انا نحسب هاد الليميت ديال اكس كبيره طوند فير بليس لانفيني لانتيغرال من زيرو الى اكس ليكسبونونسي ديال تي على واحد زائد ليكسبونونسي ديال تي او كاري في تي. انا عندي في واحد العدد ياش جوج، هاد الجوج اللي كانت هنا تخرج برا من لانتيغرال. انا وليداتي انكتب هادي هي الليميت اكس طوند فير بليس لانفيني ديال جوج لانتيغرال من زيرو لاكس ليكسبونونسيال ديال تي عامل لي واحد زائد ليكسبونونسيال ديال تي. انا عندي لتحت اس جوج، ولكن من تطلع للفوق شنو تتولي؟ اس ناقص جوج في تي، حيت عندي واحد على اكس اس ان. شنو هي؟ هي اكس اس ناقص ان. هاد الجوج كانت لتحت، من تطلع للفوق تتولي ناقص جوج. انا وليداتي عندي واحد القاعده في التكامل تيقول لك ان الاصليه ديال اي بريم اي على بويسونس ان حيث ان يخالف ناقص واحد. شنو هي؟ هي اي اس ان زائد واحد على ان زائد واحد. اذا كانت عندي ان يساوي ناقص واحد ما يمكن ليش نطبق هذه القاعده حيث تعطيني صفر لتحت. في هذه الحاله هذه هتكون عندي اي بريم في اي اس ناقص واحد اللي هي اي بريم على اي، اي بريم على اي الاصليه ديالها الاي لاند القيمه المطلقه ديال اي نورمال مزائد كونستون. هي زائد كونستون. يعني نجي لهنا، تلاحظ وليداتي بالنسبه لهذه الكتابه هذه انا عندي اي بريم في اي اس ان، تلاحظ ان عندي العدد ان هو العدد ناقص جوج، العدد اللي تحت من الان هي اي، هي واحد زائد ليكسبونونسيال ديال تي. واحد زائد ليكسبونونسيال ديال تي بريم وليكسبونونسيال ديال تي. اذا عندي هذه الكتابه هذه اللي هكا من صفر لاكس عندي ليكسبونونسيال ديال تي واحد زائد ليكسبونونسيال ديال تي اس ناقص جوج في تي تي. هذه بحال اللي مكتوبه على شكل اي اس ناقص جوج مضروبه في اي بريم. إذا لأن لاخذيت في الوسط أن إي هي واحد زائد ليكسبونونسيال تي، إي بريم هي ليكسبونونسيال تي. الأصلية ديال هذه الكتابة هي إي أس ناقص جوج زائد واحد على ناقص جوج زائد واحد. الأصلية ديالها غتعطيني هي إي أس ناقص واحد على ناقص واحد هي ناقص واحد على إي. إذا الأصلية إي بريم اي اس ناقص جوج هي ناقص واحد على اي. او الطريقه تكوني حافظها مباشره اي بريم على اي او كاري الاصليه ديالها هي ناقص واحد على اي. اذا هذه الكتابه تعطيني
غنحسبوا ليميت ديال اكس طون فير بليس لانفيني ديال العدد جوج فعوض العدد اي عندي واحد زائد الاكسبونونسيال ديال تي. اذا الاصليه ها ناقص واحد على واحد زائد الاكسبونونسيال ديال تي من صفر الى اكس. هنقبض اول حاجه تنعوض بهذا الاكس اللي هنا غتعطيني هي جوج عامل غنعوضو فين ما لقيت ستين نعوضو بإكس ها ناقص واحد على واحد زائد ليكسبونونسيال إكس تندير واحد ناقص من عندي هاد الناقص هادي من عندي تنعوضو النوبة الثانية غنعوضو بالصفر من نعوضو بالصفر غتعطيني ها ناقص واحد على واحد زائد ليكسبونونسيال العدد صفر حيث إكس طوند فير بليس لانفيني اكس كبيرة. انا وليداتي سنعرف ان الاكسبونونسيال بليس لانفيني هو بليس لانفيني واحد زائد بليس لانفيني بليس لانفيني ناقص واحد على لانفيني هذا طوند فير زيرو هتبقى لينا جوج هذا زيرو ناقص مع الناقص هي زائد واحد واحد زائد الاكسبونونسيال صفر هي جوج اذا الخارج أيعطيني جوج مضروب في واحد على جوج هي العدد واحد. إذا لقينا داك لانتيغرال من بليس لانفيني موال لانفيني يساوي العدد واحد. إذا دابا تنكتبو وليداتي الريزيمي هنكتبو أن إف مالها بوزيتيف سير إر. الشرط الأول عندي لانتيغرال من بليس لانفيني موال لانفيني إف ديال تي في تي تي كونفير فير العدد واحد تنكتبو دونك اف ايتين دونسيتي دو بروبابيليتي هذا سؤال سهل سوري شي شويه ديال الكتابه دو بروبابيليتي هندوزو السؤال اللي موراه سبري درنا خا الشارج سبري الشارج والله تكسر باش ما يطفاش يلا دقيقه نكملو السؤال اللي موراه هندوزو السؤال اللي موراه قال لك تما دوني لا فونكسيون دو ريبارتيسيون دو اكس نوطي اف اكس نهضرو على لا فونكسيون دو ريبارتيسيون بالنسبه ليا تي هذا السؤال ديال لا فونكسيون دو ريبارتيسيون لي اون فوا تنسالي السؤال دو فونكسيون دو ريبارتيسيون الاسئله اللي موراه نبغي تنصوبو يعني هذا سؤال مهم بزاف هاد لا فونكسيون دو ريبارتيسيون حنا في هاد لا فونكسيون ديال ريبارتيسيون نديرو واحد الطريقه بسيطه جدا تبعوا معايا كلشي يفهم نكتبو السؤال قال لك هنا ديتيرميني جوج ا ها جوج ا قال لك هنا ديتيرميني لا فونكسيون دو ريبارتيسيون Déterminer la fonction de répartition de x. Notez f qui est radial x. La première chose que j'ai envie de dire, c'est de la fonction de répartition. Je vais vous donner une règle. Je vais vous dire que f est x qui est radial x. C'est la fonction de répartition. Normalement, il y a la probabilité. مثلا كون تنهضر في الكونتيني
ديال اكس كبيره اصغر او يساوي اكس، يعني هي لا بروبابيليتي ديال اكس كبيره اصغر او يساوي اكس. بالنسبه لهذه التعريف ديالها هو لانتيغرال من موال لانفيني. هنا وليداتي عندي اكس صغيره، تنكتب انا اكس صغيره، تنكتبها كاف ديال تي في دي تي. هذه هي لا فونكسيون دو ريبارتيسيون. اذا لا فونكسيون دو ريبارتيسيون باش نحسبها في الكونتيني هي عباره على واحد لانتيغرال. هنا عاطيني الاستاذ اكس صغيره، هنا تنكتب اكس صغيره، ولكن عندك تكتب لي هذه اف ديال اكس، تكتبوا فاريابل واحد اخر اف ديال تي. انا باش نلقى لا فونكسيون دو ريبارتيسيون بسيطه، تنكتبوا الاف ديال تي اللي عندي. انا الاستاذ في التمرين عاطيني الاف ديال تي، شنو هي؟ هي جوج اكسبونونسيال ديال تي على واحد زائد الاكسبونونسيال ديال تي الكل او كاري سي تي. نشوف اكبر او يساوي ولا قطعا سي تي اكبر او يساوي صفر. عندي الاف ديال تي شحال هي؟ هي صفر سي تي ستريكتومون نيجاتيف. انا نهار الامتحان باش ما نتلفش في الفونكسيون ديال ريبارتيسيون ندير الطريقه اللي تشوفوني دابا عمرك تلف فيها. ترسم وليداتي واحد المخطط دير هكا، انا هنا عندي الصفر، ها الصفر عندي هنا جو بون هنا ديس لانفيني. تنجي انا اللي كان تي ستريكتومون نيجاتيف، يعني تي كاين هنا، تي كاين هنا ستريكتومون نيجاتيف. اذا الاف ديال تي شحال تساوي لي؟ صفر. انا اللي خديت تي نيجاتيف، هنا الاف تي يساوي صفر. اذا كان تي اكبر او يساوي صفر، يعني عندي هنا الاف ديال تي ديالي هنكتبها بالكحل، اف ديال تي تساوي اجوج ليكسبونونسيال ديال تي على واحد زائد ليكسبونونسيال ديال تي او كاري. يعني اول حاجه ترسم وليداتي هذا المخطط هذا، الا كان تي نيجاتيف الاف ديال تي راه نيل، الا كان تي اكبر او يساوي صفر كتبتها بالكحل. هندرسو وليداتي لا فونكسيون دابا ديال ريبارتيسيون. شنو هي لا فونكسيون ديال ريبارتيسيون؟ هي من موال لانفيني الاكس اف تي بتي تي. انا وليداتي هذا الاكس هذا عنده جوج ديال الحالات، يقدر يكون هنا يقدر يكون هنا. عندي رو بروميير كا، ها بروميير كا ها واش هادي ديفينيسيون موال لانفيني الاكس بي دو اكس انفيرور ل دابا الفونكسيون ديال ريبارتيسيون لا ديفينيسيون ديالها هي لا بروبابيليتي اكس اصغر او يساوي اكس هو لانتيغرال موال لانفيني اكس اف تي تي تي. هذا هو لا ديفينيسيون ديال لا فونكسيون ديال ريبارتيسيون، هذه لا ديفينيسيون. دابا نحسب انا هاد اف ديال اكس بهاد الطريقه بهاد لانتيغرال. هاجي بروميير كا سي بروميير كا اللي فهمتي كي وحده اي فونكسيون ديال ريبارتيسيون صوبها سي اكس نيجاتيف، يعني اكس انا عندي جوج الحالات، يكون في هذا النص يكون في هذا النص. الا كان اكس هنا على سبيل المثال، اذا نكتبوا لا فونكسيون ديال ريبارتيسيون هكا حسب لا ديفينيسيون. شنو تيقول لي لا ديفينيسيون؟ هو لانتيغرال من موال لانفيني الاكس اف ديال تي في تي تي. صافك معايا فادي؟ انا الا كان وليداتي عندي هاد الاكس نيجاتيف، نجيب الشاشه، لكن الاكس نيجاتيف يعني الاكس كاين هنا. اذا الا كان الاكس هنا لانتيغرال من نحسبه من موال لانفيني ياش الاكس من موال لانفيني الاكس من هنا لهنا. اذا في هذه الحاله هذه اف ديال تي شحال تتساوي لي؟ صفر. اذا هذا هو لانتيغرال من موال لانفيني الاكس ديال صفر مضروب دي تي، هو ياش هو صفر. صافك معايا فادي؟ حيث انا في هذا المجال موال لانفيني اكس عندي اكس جوج الحالات فيه، يا يكون هنا يا يكون بوزيتيف، يا يكون نيجاتيف يا يكون بوزيتيف. الا كان نيجاتيف يعني من موال لانفيني الاكس هندوزها من موال لانفيني حتى الاكس، ها اكس خديته هنا نيجاتيف ياك. اذا في هذه الحاله الاف ديال تي شنو غتكون تتساوي لي؟ تتساوي لي صفر. اذا هاد لانتيغرال يساوي صفر. هندوزو للحاله الثانيه دوزيام كا، هادو سيام كا هنديرو سي اكس اكبر او يساوي صفر. شنو معنى اكس اكبر او يساوي صفر؟ يعني يكون يا هنا يا هنا يا هنا، يعني وحده فيهم. اذا نكتبوا الديفينيسيون ديال لا فونكسيون دو ريبارتيسيون.
يعني اكس راه كاين يا هنا يا هنا يا هنا الاكبر او يقدر يكون تساوي صفر. اذا في هذه الحاله هتكون عندي اف ديال اكس اكس حسب لا ديفينيسيون هو لانتيغرال من موال لانفيني الاكس اف ديال تي مضروب تي تي. اذا هنحسبوا لنفترضوا ان اكس هو هذا، هنحسبوا لانتيغرال من موال لانفيني حتى الاكس. ولكن انا باش ندوز من موال لانفيني حتى الاكس اللي بالحمر، اذا هندوز في الداله لينيل وعاد هندوز من صفر لاكس. اذا هنا في هذه الحاله هذه هندير فورميل، هندير علاقه شارل. اذا هنقسمو من موال لانفيني لصفر، هنقسمو من صفر لاكس. من موال لانفيني لصفر الداله باش نعوضها اف تي يساوي صفر، من صفر لاكس، من صفر لاكس راه بالكحل، بالكحل عندي الداله اف ديال تي هي هذه، مفهومه هذه؟ انا نعاود نرسم لكم هذه فين، نعاود نرسموها. انا عندي المنحنى داير هكا، المنحنى ها الصفر، هنا عندي اف ديال تي يساوي صفر، اف ديال تي يساوي صفر، اف دي سي تي نيجاتيف، يعني هنا بدلو اللون أكبر أو يساوي صفر. هنا إف تي يساوي جوج ليكسبونونسيال ديال تي على واحد زائد ليكسبونونسيال ديال تي أو كاري، حيث تي أكبر أو يساوي صفر. هنعاودو داكشي وليداتي اللي كنا قبيلة. أنا نذكرو لا فونكسيون دو ريبارتيسيون ديال إكس حسب لا ديفينيسيون هي لانتيغرال موال لانفيني إكس إف ديال تي في تي تي. انا وليداتي هذا الاكس هذا عنده جوج طرقان، اما يكون نيجاتيف اما يكون بوزيتيف. هنديرو بروميير كا، بروميير كا سي اكس نيجاتيف. شو معنى اكس نيجاتيف؟ يعني اكس يقدر يكون هنا او هنا او هنا، يعني هذا هو الاكس. اذا في هذه الحاله لا فونكسيون دو ريبارتيسيون ديال اكس هي لانتيغرال موال لانفيني اكس اف ديال تي تي تي، هي لانتيغرال موال لانفيني زيرو. انا الا كان عندي اكس نيجاتيف الاف ديال تي شحال تساوي لي صفر، ها صفر تي تي شحال تعطيني صفر، هذه اللي قلنا قبيله. غندرسو دابا وليداتي الحاله الثانيه ديال سي اكس بوزيتيف، سي سي اكس بوزيتيف اكبر او يساوي صفر. اكس اكبر او يساوي صفر يعني على سبيل المثال يكون الاكس هنا. اذا حسب الديفينيسيون اف ديال اكس هو لانتيغرال موال لانفيني اكس، عندي اف ديال تي 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 هو اف ديال اكس اكس لانتيغرال من موال لانفيني. انا سنهضر دابا من موال لانفيني الاكس، يعني هندوز هاد الطريقه هادي كامله باش ندوز وليداتي هاد الطريقه هادي كامله، يعني جوج الافات. اذا انا نقسم هاد لانتيغرال من موال لانفيني صفر، ها من موال لانفيني الى صفر اف ديال تي في دي تي زائد لانتيغرال من صفر لاكس. علاش من صفر لاكس؟ حيت عنده قيمه اللي بالكحل، من صفر الى اكس ها اف ديال تي في دي تي. بالنسبه هذا من موال لانفيني صفر، من موال لانفيني صفر عندي الاف دي اف ديال تي شحال هي داك الصفر اللي بالاحمر، زائد عندي من صفر لاكس، من صفر لاكس يعني عندي هاد الداله اللي بالكحل هو لانتيغرال من صفر الى اكس جوج ليكسبونونسيال ديال تي على واحد زائد ليكسبونونسيال ديال تي او كاري تي تي. بالنسبه وليداتي لهاد لانتيغرال هذا راني حسبته قبيله، شنو قلنا تساوي؟ تساوي ناقص جوج سير اي. هاد لانتيغرال هذا حسبناها قبيله، الاصليه ديالو قلنا هي ناقص جوج على واحد زائد ليكسبونونسيال ديال تي، هذا هو اللي حسبناه قبيله من صفر الى اكس، هذا اللي حسبناه قبيله. تاني نتاكد من الحساب ديالو باش نكتبو صحيح. غتعطيني جوج ليكسبونونسيال ديال تي واحد زائد ليكسبونونسيال ديال تي على الكل اس ناقص جوج ليكسبونونسيال ديال تي عامي زائد واحد جوج جوج اي هي جوج هو هذا. اذا وليداتي نعوضو النوبة الاولى نعوضو باكس، غتعطيني هي ناقص جوج
سير واحد زائد اكسبونونسيال اكس، تنديروا واحد الناقص من عندي، هذا الناقص من عندي غنعوضو دابا في الصفر. الكتابه تعطيني ها ناقص جوج على واحد زائد الاكسبونونسيال ديال العدد صفر. اذا الكتابه تعطيني واحد زائد الاكسبونونسيال صفر هي جوج، اذا تساوي ها ناقص جوج على واحد زائد الاكسبونونسيال ديال اكس زائد جوج على جوج هي زائد العدد واحد. هنا عندي المقام الموحد هو واحد زائد الاكسبونونسيال اكس، اذا هنضرب هذه ناقص جوج زائد واحد زائد الاكسبونونسيال اكس غير حساب، هتعطيني الاكسبونونسيال اكس ناقص واحد على الاكسبونونسيال اكس زائد واحد. دابا نكتبوها بصفة عامة، اذا اف ديال اكس ديال اكس شحال هي؟ هي صفر. الا كان اكس ستريكتومون نيجاتيف، هذه هي لا فونكسيون دو ريبارتيسيون، اف ديال اكس ديال اكس هو الاكسبونونسيال ديال اكس ناقص واحد على اكسبونونسيال اكس زائد واحد سي اكس اكبر او يساوي صفر. مفهوم هذه؟ نشوف الميساج هنا. يلا مفهومه هذه؟ الا مفهومه شي واحد يقول لي مفهومه باش نسيت، حيت دابا الا فهمنا غير ثلاثه ديال الامتحانات لا ما نبقاو نخدمو بزاف، الا فهمتيها تبقى تمنطق وتخدم بعقلك. يلا شي واحد يقول لنا واش مفهومه او لا، او كتبوا لنا ميساج في الزوم. يلا جوج دقائق ونكملوا. جوج دقائق نرتاح ونكملوا صافي. مسجد او مسافك تقدر ترجع لاباج اللي قبل؟ واخا لا لا غير ساينات باش ما يتخربش نيكس. انا بدا نصيفط لكم هاد الاوراق الا بغيتو، انا مين سالو نصيفط لكم اوراق واللايف يبقى مسجل في لاباج. من الاحسن
يلا هنكملوا وليداتي الامتحان ياك. عندي السؤال اللي موراه قال لك بي، هذا سؤال تا هو سهل. عندي السؤال بي شنو قال لي الأستاذ مونتري، بين أن فور توت إكس ريال يعني إكس أبارتونو أر، هنبينو أن لا فونكسيون دو ريبارتيسيون محصورة ما بين واحد قطعان أكبر أو يساوي صفر. بالنسبة وليداتي لهذا السؤال هذا سهل، إذا أنا شحال عندي لي فونكسيون دو ريبارتيسيون؟ عندي جوج، وحدة معرفة على مجال وأخرى على مجال. إذا أنا نحاول نبدأ بهذا الجزء الأول، أن إف ديال إكس أكبر أو يساوي صفر، بين هذه عاد بين الأخرى. أنا عندي بور إكس ستريكتومون نيجاتيف، شنو عندي إف دي إكس تساوي؟ عندي إف دي إكس تساوي صفر، وعندي هاد الصفر راه أكبر أو يساوي صفر، هي محققة في هذا المجال. هنشوفو دابا المجال الآخر، هنكتبو هنا بور إكس أكبر أو يساوي صفر، هنحاولو نأطرو هاد إف ديال إكس هادي. إذا عندي إكس أكبر أو يساوي صفر، سنعرف أن الإكسبونونسيال دالة تزايدية على R، إذا الإكسبونونسيال إكس أكبر أو يساوي الإكسبونونسيال صفر. إذا الإكسبونونسيال إكس أكبر أو يساوي العدد واحد، إذا الإكسبونونسيال إكس ناقص واحد أكبر أو يساوي صفر، يعني الفوقاني أكبر أو يساوي صفر. وحنا سنعرفو أن الإكسبونونسيال ديال إكس، أن الإكسبونونسيال ديال إكس موجب، إذا الإكسبونونسيال إكس زائد واحد موجب قطعا، عندي هاد الجوج هادو. أنا عندي هذا أكبر أو يساوي صفر مقسوم على عدد أكبر قطعا من صفر، إذا الإكسبونونسيال إكس ناقص واحد على الإكسبونونسيال إكس زائد واحد أكبر أو يساوي صفر، دونك إف ديال إكس هكا أكبر أو يساوي صفر. بينا أن هاد إف إكس إكس أكبر أو يساوي صفر في الحالات بجوج، إذا كان إكس ستريكتومون نيجاتيف، إذا كان إكس أكبر أو يساوي صفر. دابا نبينو، نحاولو نبينو أن إف ديال إكس لا فونكسيون دو ريبارتيسيون أصغر قطعا من العدد واحد. نحاولو دابا نبينو هاد الطرف، هذا الطرف الثاني. نحاولو نبينو دابا هاد الطرف هذا، لا فونكسيون دو ريبارتيسيون أصغر قطعا من العدد واحد. عندي f ديال x x هي صفر c x أصغر قطعا من صفر، هنا c x أكبر أو يساوي صفر. عندي f ديال x x هي الإكسبونونسيال x ناقص واحد على الإكسبونونسيال x زائد واحد. دابا نحاولو نبينو هاد النصف الآخر، هذا أصغر قطعا من واحد. هنبداو، أنا وليداتي إذا كان عندي سي عندر جوج الحالات إكس ستريكتومو نيجاتيف، إذن هاد إف لا فونكسيون دو ريبارتيسيون تساوي صفر، والعدد صفر راه ستريكتومو أصغر قطعا من العدد واحد، هذه الحالة الأولى. عندوزو وليداتي الحالة الثانية، سي إكس أكبر أو يساوي صفر، خصني نبين أن لا فونكسيون دو ريبارتيسيون أصغر قطعا من واحد. أنا التأطير يقدر ما يعطينيش، ولكن أحسن طريقة هي ندير الفرق، نحسب لا فونكسيون دو ريبارتيسيون ناقص العدد واحد ولقى عدد سالب قطعا. إذا في هذه الحالة نحسب لا فونكسيون دو ريبارتيسيون ناقص العدد واحد، خصني شنو خصني نلقى؟ عدد سالب قطعا. هنبدأ لا فونكسيون دو ريبارتيسيون ناقص العدد واحد هي الإكسبونونسيال إكس ناقص واحد على الإكسبونونسيال إكس زائد واحد ناقص واحد. هنا سنوحد المقامات، المقام الموحد هو الإكسبونونسيال إكس زائد واحد، الإكسبونونسيال إكس ناقص واحد، ناقص واحد في الإكسبونونسيال ناقص الإكسبونونسيال، ناقص واحد في زائد واحد ناقص واحد. سنشوفو هنا أن الإكسبونونسيال تتمشي لي مع الإكسبونونسيال، إذا الكتابة
غتعطيني لا فونكسيون دو ريبارتيسيون ناقص واحد تساوي ناقص جوج على ليكسبونونسييل اكس زائد واحد. سنعرفوا ان ليكسبونونسييل اكس زائد العدد واحد موجب قطعا، لان ليكسبونونسييل اكس موجب قطعا، هذا موجب قطعا، هذا سالب قطعا. انا عندي عدد سالب قطعا على عدد موجب قطعا، اذا هيعطيني هو عدد سالب قطعا. اذا لا فونكسيون دو ريبارتيسيون ديال اكس اصغر قطعا من واحد في الحالات بجوج. اذا تنكتبوا النتيجه، اذا لا فونكسيون دو ريبارتيسيون اصغر قطعا من واحد اكبر او يساوي العدد صفر. هذا السؤال هذا مفهوم؟ وي مسيو. وي مسيو. عزيزة وليدتي السؤال اللي مورا. وي مسيو. واخا. السؤال اللي مورا. دابا بالنسبة للسؤال اللي مورا، الأستاذ أعطاني السؤال سي. السؤال سي هو تطبيق مباشر لواحد الخاصية. أنا قال لي الأستاذ كالكيلي لا بروبابيليتي ديال إكس محصور بينياش بالإيرين ديال ثلاثة الإيرين ديال جوج. أنا أعطاني أستاذ مين يعطيني لا بروبابيليتي ديال إكس محصور بين جوج ديال العددين. أنا بنتي أوليداتي بالنسبة لهذه، أنا شنو معنى هذه الكتابة هذه؟ أنا عندي واحد القاعدة، لا بروبابيليتي ديال إكس كبيرة أصغر أو يساوي إكس، هذا هو الانتيغرال من موال لانفيني إلى إكس صغيرة إف ديال تي. دي تي. ولكن إلا عطاني الأستاذ لا بروبابيليتي ديال إكس كبيرة محصور بين بي و أ، إلا جيت نكتبو على شكل انتيغرال، هذا هو الانتيغرال من أ لبي، عندي إف ديال تي مضروب دي تي. إذن عنده واحد القاعدة واحدة أخرى، إلا جيت نكتبو باستعمال لا فونكسيون دو ريبارتيسيون ساهل نبرهن عليه، هذا هو لا فونكسيون دري بارتيسيون ديال هذا ناقص لا فونكسيون دري بارتيسيون ديال العدد الاول. مباشره نحفظ هذه القاعده، كان بامكاني نبرهن عليه، ندخل علاقه شارب بالموال لانفيني، ندخل هنا علاقه شارب بالموال لانفيني ونخرج فيها، ولكن انا عندي قاعده كنخدم بها مباشره باش بلا ما نبقى نعذب راسي. لا بروبابيليتي ديال شي فاريابل الياتوار محصور بين عددين، إذن هي لا فونكسيون دو ريبارتيسيون ديال العدد ديال بي ناقص لا فونكسيون دو ريبارتيسيون ديال أ. هاجي وليداتي بالنسبة لهنا، غنحاول نطبق هادي على هاد التمرين. أنا الأستاذ عاطيني هذا هو الأ، عاطيني هذا هو ياش، عاطيني هذا هو البي. إذن شنو غنكتب؟ إذن لا بروبابيليتي ديال ها إكس محصور بالإيلين ديال ثلاثة والإيلين جوج. شنو يعطيني؟ هذا يعطيني هو لا فونكسيون يساوي لا فونكسيون ديال ريبارتيسيون ديال هاد العدد، هذا هو اللي بي الإيلين ديال ثلاثة ناقص لا فونكسيون ديال ريبارتيسيون ديال الإيلين ديال جوج. أنا قبل ما نعوض هنكتب لا فونكسيون ديال ريبارتيسيون. أنا قبيلة لقيت لا فونكسيون ديال ريبارتيسيون، شنو لقيتها؟ لقيت أن إف ديال إكس ديال x يساوي صفر سي x ستريكتومو نيجاتيف. عندي f ديال x ديال x هو ليكسبونونسييل x ناقص واحد على ليكسبونونسييل x زائد واحد سي x بوزيتيف. دابا وليداتي اول حاجه هنشوفوا هاد الالين جوج وهاد الالين ديال ثلاثه، الا كانت نيجاتيف غنكتبوا لا فونكسيون ديال f تساوي صفر، إلا كانت بوزيتيف نعوضها هنا. أول حاجة نشوف الإيلين جوج، أنا سنعرفو أن العدد جوج كبر من العدد واحد، إذا الإيلين جوج كبر من الإيلين واحد، إذا الإيلين ديال جوج الإيلين بالعدد واحد هو صفر، إذا هذا الإيلين جوج موجب، يعني نعوض في الثانية. نفس الشيء بالنسبة للعدد ثلاثة، أنا عندي ثلاثة كبر من واحد، إذا الإيلين ديال ثلاثة كبر من الإيلين واحد اللي هو العدد صفر، إذن هذا عدد بوزيتيف وهذا عدد بوزيتيف، إذن نخدم بهذه. أما اللي كان عندي بحال دابا عطاني الأستاذ على سبيل المثال إف ديال إكس ناقص أربعة، ما عنديش كندير نحسبها مباشرة، ناقص أربعة سالب
إذا هذه شحال تعطيني تساوي العدد ياش صفر. إذا هاجي دابا نعوض في الثانية، فين ما لقيت شي إكس هنعوضه بالنوبة الأولى بالإيلين ديال ثلاثة، والنوبة الثانية بالإيلين جوج. إذا ديك لا بروبابيليتي ديال إكس محصور بين الإيلين ديال ثلاثة هنا الإيلين ديال جوج، يساوي لا فونكسيون دو ريبارتيسيون ديال الإيلين ثلاثة، فين ما لقيت إكس نعوضه بالإيلين ثلاثة هيعطيني هنا ليكسبونونسييل ديال الإيلين ديال ثلاثة ناقص واحد، ليكسبونونسييل ديال الإيلين ديال ثلاثة زائد واحد ناقص ليكسبونونسييل ديال الإيلين ديال جوج ناقص واحد، ليكسبونونسييل ديال الإيلين ديال جوج زائد واحد. أنا سنعرف أن ليكسبونونسييل تيمشي مع الإيلين، غتعطيني ثلاثة ناقص واحد على ثلاثة زائد واحد، غتعطيني ثلاثة ناقص واحد هي جوج، ثلاثة زائد واحد أربعة ناقص جوج ناقص واحد واحد على ثلاثة. نختزل هنا ونحسب، مفهوم السؤال؟ شوفوا لي الله عطاني الاستاذ شي عدد سالب، اذا اوتوماتيكمون لا فونك بحال عطاني ناقص 4، ولا بحال دابا عطاني الاستاذ على سبيل المثال لا فونكسيون دو ريبارتيسيون ديال الايلين ديال واحد على جوج، واحد على جوج صغر من واحد. اذا الايلين ديال واحد على جوج سالب، اذا لا فونكسيون دو ريبارتيسيون ديالو هي صفر. مفهوم هذه؟ يلا شي واحد يقول واش مفهومه ولا لا باش نكمل. ادوزو وليداتي السؤال اللي موراه. بالنسبة للسؤال اللي موراه الأستاذ الأستاذ السؤال 3A، السؤال 3A اللي بغى السكرين في التالي نصيفطو له بلا ما تسكريني دابا، اللي بغى نصيفطو الوراق. السؤال 3A قال لك مونطري بور A ستريكتومون بوزيتيف، هنبين أن الانتيغرال، قال لك مونطري لانتيغرال من صفر الى ا واحد على واحد زائد ليكسبونونسيال ديال تي في دي تي يساوي الالين ديال اش ديال جوج على واحد زائد ليكسبونونسيال ناقص ا. بالنسبه وليداتي السؤال هذا عنده بزاف ديال الطرق، اما نعمل بليكسبونونسيال لتحت ونطلعو الفوق، ولكن انا نهار الامتحان اللي عطاني بحال هاد السؤال ما عرفت حتى طريقه. تلاحظ هنا ليكسبونونسييل اسهل طريقه هي ندير شونجمون دو فاريابل، تغيير المتغير. شنو ندير فهاد الشونجمون دو فاريابل؟ هنا عندي مع هاد ليكسبونونسييل ندير هنا اون بوز، نديرو بشونجمون دو فاريابل اللي يعطي اون بوز اي يساوي ليكسبونونسييل ديال تي. تنجي النوبه الاولى انا تي شحال كانت تساوي لي صفر، عندي تي يساوي صفر. إذن إي يساوي فين ما لقيت تي نعوضو بصفر هي ليكسبونونسيال صفر، ليكسبونونسيال صفر هو العدد واحد. النوبة الثانية شحال كان عندي تي؟ كان عندي تي يساوي أ، هاد تي يساوي أ. إذن مباشرة إي شنو هي؟ إي هي ليكسبونونسيال ديال تي، هيعطيني ليكسبونونسيال ديال أ. دابا وليداتي بقات لي في المشقات، دابا المشكل عندي في المشقات. قبل ما ندوزو للمشقات ندير واحد الريفيزيون بسيطة. بحال دابا أنا الأستاذ عطاني إكس تساوي ثلاثة إيكغيك أو كاري، بغيت ديت إكس وديت إيكغيك باش نهار الإمتحان منعاودش نتلف. أنا المشقات إكس هي واحد تنضربها في ديت إكس، المشقات ديال إيكغيك أو كاري شحال هي؟ هي جوج إيكغيك في ثلاثة هي ستة إيكغيك، غنضربها في ديت إيكغيك. بحال دابا عاوتاني نفترض الأستاذ عطاني زد، زد يساوي ليكسبونونسيال إكس، المشتقة ديال زد هي واحد باش غنضربها في ديت زد، المشتقة ديال ليكسبونونسيال إكس هي ليكسبونونسيال إكس باش غنضربها في ديت إكس. تنجي وليداتي بالنسبة لهذه أنا عندي إي هي ليكسبونونسيال ديال تي، ها هي إي تساوي ليكسبونونسيال ديال تي.
المشتقة ديال اي نورمالمون هي واحد، ولكن فاش مضروبة في دي اي. المشتقة ديكسبونونسيال ديال تي هي نفسها، ولكن هنضربها فاش في دي تي، تنأثر هاد الكتابة هادي. أنا شنو خصني نجبد؟ خصني نجبد من هنا دي تي. إذا دي تي شنو هي دي تي؟ هي دي اي على ياش على الاكسبونونسيال ديال تي. إذا دي تي هي دي اي، هاد الاكسبونونسيال ديال تي سميتو سميتو هي اي. اجي وليداتي غنعوض في هاد الكتابة ديالي. إذا هاد الانتيغرال أنا عندي من صفر لأ، هيعطيني نسميه الانتيغرال بي. إذا الانتيغرال بي أنا عندي بين بادي من صفر لأ، من تي يساوي صفر اي يساوي واحد، هيبدا لي من واحد لأ، الإكسبونونسيال ديال أ واحد على واحد زائد الإكسبونونسيال ديال تي، الإكسبونونسيال ديال تي هيعطيني هو اي، هو اي. انا عندي هنا دي تي، شنو هي دي تي؟ هي دي اي على ياش على اي. مزيان. اذا في هذه الحاله وليداتي انا من عطاني الاستاذ خرج لي لانتيغرال بحال هذا، ثم قارن دي كومبوزيسيون اون مينيموم سامبل، كاين هذه الطريقه وطريقه واحده اخرى في دقه الملاحظه. دابا بالنسبه لهادي انا عنديها واحد على واحد زائد اي عامل لي اي، هنكتبو تساوي ا على واحد زائد اي زائد بي على اي، ونحدد العددين ا و بي. هنصوبو بهاد الطريقه، ونصوبو بواحد الطريقه سهله، انا سحاب لي هادي سهله ساعه طويله. عندي واحد على واحد زائد اي هنا اي، هو ا على واحد زائد اي زائد بي على اي. انا عندي واحد على واحد، هذه طويله شي شويه، من بعد نقول لكم واحد الطريقه سهله بغيت تعطيك، تساوي ا على اي زائد بي على واحد زائد اي. اذا دابا اول حاجه نحدو الأ ونحدو البي. باش نحدو الأ ونحدو البي سنوحدو المقامات، ها اي واحد زائد اي، هنضرب ا في واحد هي ا زائد ا اي زائد بي اي، اذا تساوي ا زائد ا زائد بي هنا اي هنا اي واحد زائد اي. هذه فيها الحساب بزاف، ا واحد على واحد زائد اي. تخبط تلاحظ ان المقام بحال بحال، اذا البسط هيكون بحال بحال. اذا العدد هنا اللي بوحدو ما فيش الاي هو ا، العدد اللي هنا بوحدو ما فيش الاي هو العدد واحد، ولكن هنا عندي اي دي من قلنا بلا من واحد مقامات، بلا من شنو قلتي؟ بلا من واحد مقامات في الاولانيه نضربوا هذيكم نضرب في مقارين ديري الاوسيتي دي كومبوزيسيون اون مينيموم سامبل، ديري الاوسيتي ما قاريناش. اذا هنديروا ا، ديك الطريقه هي صحيحه. اذا ا يساوي واحد، عندي هنا ا زائد بي يساوي العدد اللي حدا اي هو صفر، اذا عندي وليداتي ا يساوي واحد، دونك بي يساوي ناقص ا، دونك بي يساوي ناقص واحد. اذا الكتابه تعطيني هذه طريقه طويله، انا نوريك طريقه فيها غير ثلاثه سطوره، حنا سنجربوا الحالات كاملين. تنقبضوا وليداتي ا نعوضوه بواحد، ها واحد على اي، بي نعوضوه بناقص واحد، ناقص واحد على واحد زائد اي. إذا درت وليداتي لهذا لانتيغرال، لانتيغرال عندي تيتبدل هنا، لانتيغرال هنا ديد اي ديد اي، هنشوفوا لي بورن لانتيغرال، لي بورن لانتيغرال عندي من واحد ليكسبونونسيال ا، من واحد ليكسبونونسيال ا، من واحد ليكسبونونسيال ا. الانتيغرال من واحد ليكسبونونسيال ا، هنا من واحد ليكسبونونسيال ا. بالنسبه وليداتي الاصليه ديال واحد على اي هي الالين ديال القيمه المطلقه ديال اي، الاصليه د واحد على واحد زائد اي هي الالين ديال واحد زائد اي.
هندير لي بورد منين؟ من ليكسبونونسيال ا الى من واحد ليكسبونونسيال ا. اذا نعوض تساوي هذه الين ديال ا ناقص الين بي هي الين ديال ا على بي، هادو كاملين موجبين، اذا غنحيد داك القيمه المطلقه. اذا تعطيني غنعوض بالاكسبونونسيال ا، غتعطيني الالين ديال الاكسبونونسيال ا على واحد زائد الاكسبونونسيال ا، غنعوضو بالعدد واحد، هو الالين ديال واحد ياش على العدد ياش اثنان. هو شوفوا شحال عطاني تما تساوي. انا وليداتي عندي واحد القاعده واحدة اخرى، الالين ا ناقص الالين بي هي الالين ديال ا على بي. نقيد هذا باش نقلبوا الورقه، حنا خصنا نخرجوا في النتيجه اللي عطاونا، ناقص الالين واحد على جوج نيو باش. إذا الكتابة تعطيني هاد الانتيغرال بي يساوي الالين ديال ليكسبونونسيال أ سير واحد زائد ليكسبونونسيال أ ناقص الالين ديال واحد ياش على اثنان تساوي هاد الالين ديال ليكسبونونسيال أ على واحد زائد ليكسبونونسيال أ زائد الالين جوج، حيث عندي الالين ديال واحد على اثنان هو الالين ديال واحد ناقص الالين اثنان هو ناقص الالين جوج. هنطبقوا دابا داك القاعده، الالين ا زائد بي الالين ديال ا زائد الالين ديال بي هو الالين ديال ا مضروب في بي. اذا هاد الانتيغرال يساوي ها هو ا هو العدد الكبير هذا هو بي، اذا يعطيني الالين ديال جوج اكسبونونسيال ا واحد زائد ليكسبونونسيال ا، هذا هو الخارج. ولكن وليداتي انا الاستاذ ما عطانيش نبين هذا الشيء، عطاني قال لك بين ان داك الانتيغرال بي، شنو عطاني الاستاذ؟ قال لك بين ان داك الانتيغرال بي كيساوي لنا الالين ديال جوج على واحد زائد ليكسبونونسيال ناقص ا. دابا في رايكم هذا كي ندير له انا هذا اللي بالخضر ولا خصني نخرج فيه؟ انا خصني ننطلق من هنا ونخرج هنا، هو قال لي بين هذا اللي بالخضر. بالنسبه وليداتي باش نبينوا هذا، هذه طريقه طويله شي شويه ولكن مزيان تعرفوها، انا ندير لكم واحده سهله. هنكتبوا وليداتي ها بي تساوي ها الالين ديال جوج ها ليكسبونونسيال ا، هنقبض لتحت هنا عندي واحد زائد ليكسبونونسيال ا، نعمل ليكسبونونسيال ا من تنعملوا بشي عدد تنقسموا عليه ها واحد على ليكسبونونسيال ا زائد واحد. هاد ليكسبونونسيال ا تمشي مع ليكسبونونسيال ا، الكتابه تعطيني الالين ديال جوج على هاد الواحد هذا ها هو زائد، انا سنعرف ان واحد على ليكسبونونسيال ا يمكنني نكتبه هو ليكسبونونسيال ناقص ا زائد ليكسبونونسيال ناقص ا، وانا خرجت في التمرين اللي عطاني الاستاذ. مفهومة هادي؟ ماشي واحد يهضر مسيو، انا بصراحة ما فهمتش مزيان. عندي لك طريقة فيها جوج سطور، طريقة جوج سطور هادي تتعاودي الفيديو وتفرجي له، عندي لك طريقة فيها جوج سطور. يلا شوفي معايا لالا، عندي لك دابا طريقة، هادي طريقة طويلة فهمتي، هادي منين تعاودي إن شاء الله الفيديو ما فهمتي سيرتي في الواتساب ونشرحها لك. عندي لك دابا طريقة مع الامتحان اللي ديريها، أنا الأستاذ قال لك بين أن التكامل ها من زيرو لأ ها واحد على واحد زائد ليكسبونونسيال ديال تي دي تي، هنبينو أن هذا هو الإلين ديال من؟ ديال جوج على واحد زائد ليكسبونونسيال ناقص أ. غندير واحد الطريقة فيها جوج سطور، غنقبط وليداتي هاد لانتيغرال هادا نسميوها بي، غنكتبها بي يساوي لانتيغرال من زيرو لأ، غنقبط غنعمل هنا، ما عنديش باش نعمل لتحت ولكن عندي ليكسبونونسيال، نعمل بي من عملت بليكسبونونسيال شحال تبقى لي هنا؟ ها واحد على ليكسبونونسيال تي زائد يا واحد، فهمتي هاد السطر هذا؟ وي ماشي
مزيان فهمتي لي فيها السطر هذا راك في ساليتي. انا لاله هاد بي تساوي على انتغرال من زيرو ل ا ها واحد على الاكسبونونسييل ديال تي في هاد واحد على الاكسبونونسييل تي والاكسبونونسييل ديالهاش ناقص تي زائد واحد تي تي. هذا فهمتي هذا؟ يلاه دابا ساليت مين فهمتي لي هذا راكي ساليتي. ها هذا هو لانتيغرال من زيرو ل ا ها واحد على الاكسبونونسييل ديال تي مضروب في واحد على الاكسبونونسييل ناقص تي زائد واحد في تي تي. قسمت هذا مفهوم؟ وي مفهوم. ودابا ساليت هاد واحد على الاكسبونونسييل ديال تي باش يمكن لي نعوضو، يمكن لي نعوضو هو بالاكسبونونسييل ناقص تي. الاكسبونونسييل ناقص تي على هذا الاكسبونونسييل ناقص تي في واحد والاكسبونونسييل ناقص تي. دابا لالا ساليت انا شنو عاطيني الاستاذ باش درت هاد الطريقه حيت الاستاذ عاطيني الالين. شنو هو الالين؟ الالين هو داله بريم. واش قال الالين هو الداله بريم على الداله؟ يعني انا خصني داله بريم على الداله. دابا الا جيت للوسخ، الا جيت لالا للوسخ ياك وخديت ان اي هو الاكسبونونسييل ناقص تي زائد واحد فان اي بريم المشتقة الاكسبونونسييل ناقص تي هي ناقص الاكسبونونسييل ناقص تي. علاش؟ لان المشتقة الاكسبونونسييل ديال ا اكس هي ا في الاكسبونونسييل ا اكس. هذا فهمتي هذا؟ الاكسبونونسييل ناقص تي بريم هي ناقص الاكسبونونسييل ناقص تي. المشتقة واحد هي زيرو حيت عندي هنا في عوض هذا الا هذا عندي و ناقص واحد على الاكسبونونسييل ناقص واحد في تي فعوض الا عندي ناقص واحد هي ناقص واحد في الاكسبونونسييل ناقص تي. تجي لهنا انا عندي المشتقة ها اي بريم هو ناقص انقبض هنا هنضرب هنا في ناقص نجيبو للشاشة هنضربو هنا في ناقص ونضربو هنا في ناقص حيت ناقص في ناقص هي زائد هنكسبها بين ها ناقص على انتغرال زيرو ا. انا عندي هذا العدد هذا والمشتقة اللي تحتاني بحال مكتوب على شكل اكسبونونسييل ناقص تي زائد واحد بريم على الاكسبونونسييل ناقص تي زائد واحد في تي تي. انا عندي ها هي مكتوبة على شكل اي بريم على اي. اي بريم على اي الاصلية ديالها شنو هي؟ هي الالين ديال القيمة المطلقة ديال اي. تندير هنا لي بور من زيرو الأ كاين اللي يقول لي أستاذ هاد الناقص خصك تدخلها لداخل بحال دخلتها لداخل بحال خليتها برا. هنقبطها نعوض ها ناقص هاد الناقص نخليوها برا. النوبة الأولى نعوضو بأ غتعطيني الإيلين ديال الإكسبونونسيال ناقص أ زائد واحد هنحيد القيمة المطلقة لأنه عدد موجب هنعوضو بصفر. الإكسبونونسيال صفر هو واحد زائد واحد جوج زائد الإيلين جوج ناقص الإيلين جوج. هندخلو هاد الناقص عليهم كاملين غتعطيني الالين جوج ناقص الالين ديال الاكسبونونسيال ناقص ا زائد واحد الالين ديال بي ناقص الالين ا هي الالين ديال بي على ا. فهمتي هادي؟ مفهومة ولا لا؟ وي مفهوم شكرا. يلا يلا بارك عليكم باش الأستاذ الآخر عندنا واحد الحصة ديال الله ديال الدراري اللي هي ديال السي اس اللي دوزوا واحد ليكول ديال لاش او سي ديال برا نديروا لايف في هذاك بارطاجيو اللين ديال لاباج مع الأصدقاء ديالكم وما حنا نتواصلوا في الواتساب صافي. الله يسر الأمور بالتوفيق. شكرا. نصيفطو لهم اخي شكرا. ماشي مشكل على الرسمي نصيفطو هذا دابا نصيفطو لهم في الجروب صافي. انا الورقه في الجروب انا نصيفط لهم ماشي سترد الكوريكسيون ديالو ولا كاين؟ لا دابا نصيفط لك هذا يبقى مسجل في هذه نصيفط لكم لا كوريكسيون كيما ديالك كيما ديالك ما انا ما كاتبش الكوريكسيون ده. انا بدا نكتبها ونصيفطها لك صافي شي يومين ولا شي نهار نكتبها لك كامله.
ممتع حاول معاه. جروب سي تي مات.